السلام عليكم أصدقاء مطبخ سمر. اليوم راح أوريكم طريقتي بحشو وشوي سمك السيباس بطريقة كتير سهلة ولذيذة. أنا متأكدة لما تجربوها راح تعجبكم كتير. أول خطوة بنطلب من السماك إنه يفتح السمكة من بطنها وينظفها ويشيل عنها القشور. بعدين بالبيت بنفرك السمكة بشرائح الليمون والدقيق والملح بشكل جيد لغاية ما تزول عنها كل الزفرة، وبنغسلها بالماء البارد وبنصفيها، وبهيك بتكون جهزت للحشوة. نقوم بعمل شرائح بالسمكة من الجهتين، بعدين بندلكها من برا ومن جوا بزيت الزيتون، وبنرشها ببهار ماجيك وبهار البصل والثوم، وأكيد ما بننسى الملح. لعمل الحشوة بنحط البقدونس، الطماطم، البصل، شرائح الثوم، الفلفل الحار، شرائح الزنجبيل، وزيت الزيتون مع عصير الليمون، ورشة من البهارات السابقة مع رشة ملح. بنحط السمكة على صينية فرن مبطنة بورق القصدير المدهون بزيت الزيتون، وبعدين بنحشي السمكة بثلثين كمية الحشوة وبنوزع عليها شرحات الليمون بهالشكل. بنوزع البطاطا بالصينية، بعدين بنضيف عليها الباقي من الحشوة وشرائح الفلفل الرومي مع رشة أخيرة من زيت الزيتون، وبعدين بندخل الصينية على فرن محمى على درجة حرارة 180 فهرنهايت، وبيكون مشعل من الأسفل فقط لمدة ساعة وربع. بآخر 10 دقايق بنشغل الشواية وبنحمر السمكة، وبعدين بنقدمها بالعافية. وإذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. باي.